بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد. في هذا اليوم المبارك، يوم فتح المساجد لصلاة الجمعة، وبعد صلاة الجمعة من مسجد المغفرة، وصلت سيارة لحوم سقوق الأضاحي لمديرية أوقاف الجيزة محملة بثلاثة طن، ليصل مجموع ما وصل إلى مديرية أوقاف الجيزة حتى الآن 20 طن، توزع على الأماكن المستحقة وعلى الناس الأولى بالرعاية حسب توجيهات معالي الأستاذ الدكتور الوزير. اليوم الجمعة 28/8/2020 تسلمت مديرية أوقاف الغربية عدد 4 طن من لحوم سقوق الأضاحي لتوزيعها على المحتاجين من الأسر الأولى بالرعاية. والشكر موصول لمعالي الأستاذ الدكتور وزير الأوقاف واللجنة المشرفة على هذا المشروع العملاق، وأسأل حق تبارك وتعالى أن يجازيهم على ذلك خير الجزاء، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك طريقهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فبحمد من الله وفضله وصلت إلى مديرية أوقاف البحيرة اليوم الجمعة 28/2020 حملة من لحوم سقوق الأضاحي ومقدارها 4 من الأطنان لتوزيعها على المستحقين بإذن الله. وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اليوم بفضل الله عز وجل الموافق 9 من محرم لعام 1442 هجرية، الموافق 28 أغسطس 2020، تم وصول الدفعة 5 إلى مديرية أوقاف السويس من لحوم سقوق الأضاحي ومقدارها 2 طن، وبهذا يكون قد وصل إلى محافظة السويس عدد 10 طن من لحوم سقوق الأضاحي، هذا المشروع الضخم العملاق، وإن شاء الله ستوزع على مستحقيها الأسر الأولى بالرعاية إن شاء الله بمعرفة السيد الوزير المحافظ والسيد اللواء السكرتير العام، وأيضا بمعرفة السادة الفضلاء مدير الإدارات ومفتش الإدارات الفرعية لكي يصل الدعم إلى مستحقيه. شكرا معالي الأستاذ الدكتور وزير الأوقاف، شكرا لكل من ساهم في هذا المشروع الضخم.